بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه النافذة المباشرة من مخيم العروب إلى الشمال من مدينة الخليل، حيث نتابع نحن وأنتم حيثيات تشييع جثمان الشهيد محمد جوابر الذي ارتقى يوم أمس بعد أن أطلق الاحتلال الرصاص بشكل مباشر عليه، الرصاص الحي أطلق عليه بشكل مباشر خلال مواجهات اندلعت ما بين الشبان وقوات الاحتلال شمال الخليل، أدى هذا الأمر إلى ارتقائه شهيدا. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتقائه شهيدا فجر هذا اليوم. مخيم العروب وكل جماهير الخليل خرجت عن بكرة أبيها هذا اليوم لتشارك في تشييع جثمان الشهيد جوابرة. لمتابعة هذا الموضوع يسعدني أن أرحب على الهواء مباشرة بالدكتور نزار عوضات وخطيب وإمام مسجد عمر بن الخطاب. بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. احتسب عند الله. مخيم، يعني قدرنا أن نعيش في مواجهة هذا الإحتلال يوميا. الذي ينصب حواجزه على مدخل المخيم، الذي ينشر كل يوم على مداخل المخيم، وحقيقة بين فترة ربما قبل فترة قصيرة يعني الشهيد أسامة عدوي رحمه الله سبحانه وتعالى، الذي كذلك قضى برصاص قناص صهيوني. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والقبول. هذا قدرنا، نصبر ونحتسب حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أمس شاهدنا بربرية وهمجية واضحة في إطلاق النار، إطلاق نار من كل حد وصوب. مخيم العروب بالعادة تتميز مواجهات العروب بأنها حامية الوطيس أيضا، هل ترى دكتور أن هنالك استهداف واضح للمخيم؟ حقيقة يعني سياسة الاحتلال تجاه المخيمات بشكل عام، تجاه مخيم العروب خاصة أنه على خط التماس، يعني بين يعني على خط التماس، ودائما الاحتلال ينشر حواجزه على مدخل المخيم، دائما ما ينكل بالشباب، دائما ما يتم استدعاءات، دائما الاقتحامات الليلية تقريبا يوميا في مخيم العروب. لذلك هذا الاحتلال يستهدف المخيم ويستهدف أهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهل الشهيد وأن يرحمه وأن يتقبله في عليه. شكرا شكرا دكتور نزار. الأخ أبو سلام شاهد قرب من موقع ارتقاء الشهيد. أخي أبو سلام مرحبا بك، ما الذي جرى بالأمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نابلس هبت الشباب الغاضبة في مواجهات، كانت مواجهات يعني شديدة مع جنود الاحتلال. أنا كنت من المشاهدين يعني عن قرب استشهاد البطل محمد، استشهد مسافة قريبة من قبل القناص إسرائيلي، واستشهد خلال المواجهات. وأنا كنت من الناس اللي تم يعني نقل هذا الشهيد إلى المستشفى. الشهيد عرفناه عن قرب، أنا من الأشخاص الذي عرفنا محمد رحمه الله عن قرب. محمد كتلة من الغضب، كتلة من الجبروت، كتلة من الرفض للاحتلال وعن جهية الاحتلال. محمد بالأمس سطر بدمائه الطاهرة هذا العنفوان والغضب اللي بداخله، تلبية لنداء الأحرار وتلبية لنداء الدماء من نابلس وجنين إلى كل بقعة من أرض فلسطين. مخيم العروب يوميا يشهد مواجهات، ومواجهات عنيفة. نحن نتعامل مع جيش بربري همجي قاتل بالرصاص الحي. بالأمس يعني لم يطلق إلا الرصاص الحي عن قصد القتل والإصابة. يوميا في مخيم العروب هناك في إصابات، في مواجهات، في اقتحامات، بفعل وجود المخيم على
حال كل بقعة صين الطاهرة. شاهدنا بالأمس إطلاق الرصاص الحي بشكل جنوني وهمجي من كل حدب وصوب وبشكل لم نعهد أن شاهدنا هذه الهمجية والبربرية في إطلاق النار. اعتلى جنود الاحتلال أسطح المنازل في مخيم العروب وبدأوا بإطلاق النار دون الأخذ بعين الاعتبار أي من الحرمات. نعم، يعني تتخيل أن الجيش لديه أوامر بالقتل والقمع في الأيام الأخيرة، لأنه لا يستخدم إلا الرصاص والقناصات واعتلاء أسطح المنازل. بالفعل بالأمس لاحظنا وأول أمس لاحظنا أن الجيش يريد أن يقتل، إطلاق رصاص بشكل مباشر على الأطفال، على البيوت، على النوافل، على أي جسم متحرك. كان بالأمس أول أمس إطلاق رصاص بشكل همجي بقصد القتل وقصد الإصابة، وكأنه يريد كسر عنفوان هؤلاء الشباب. شكرا، شكرا جزيلا لك أخي أبو سلام. الآن أرحب بالناشط والإعلامي الأستاذ علاء الطيطي ابن مخيم العروب. أخي أبو أحمد أعظم الله أجركم أولا، ما الذي يجري في العروب؟ حياكم الله. بداية، الذي يجري في العروب هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الصهيونية تجاه الفلسطينيين. جريمة العروب لا تختلف كثيرا عن جريمة نابلس، جنين، رام الله، عقبة جبر، طول كرم، بلاطة. الاحتلال يمعن في القتل والإجرام بحق الشباب الفلسطينيين. ما شاهدناه خلال الأيام الأخيرة تحديدا هو همجية بربرية من قبل الاحتلال الصهيوني تجاه الشبان الفلسطينيين وتجاه المنتفضين في مخيم العروب. المخيم هو مخيم منتفض منذ سالف الزمن. ما يجري حقيقة هو استمرار لعمل المقاومة، لعمل الرفض، لعمل الانتفاض في وجه الاحتلال تجاه كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم يعني تنتهك الحجر والشجر والبشر في الشعب الفلسطيني. رغم كل ذلك، رغم حالة الترهيب والتخويف التي تمارسها قوات الاحتلال، شاهدنا المخيم خرج عن بكرة أبيه، صغاره قبل كباره. شاهدنا النسوة وهي تزغرت على شرف المنازل في عرس محمد جوابرة. في أي طار تفسر هذه الحالة؟ يعني حالة المخيم هي حالة فسيفسائية من الوحدة الوطنية بجميع الفصائل، بجميع العشائر. وأهالي المخيم عادة ما يتوحدون مع الدماء، الدماء توحد لا تفرق، الدماء تجمع لا تبعد. بالمختصر المفيد، حالة المخيم هو حالة من أكثر من 44 قرية وبلدة هجر يعني أهاليها ولجأوا إلى مخيم العروب عام 49. اليوم هذه 49 قرية أو 45 قرية اليوم تجتمع في جنازة الشهيد، ترفع علم فلسطين، ترفع علم الفصائل الفلسطينية موحدة خلف الشهيد وخلف راية الشهيد، وأن الانتفاض في وجه الاحتلال جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا. أخيرا، ما هي رسالة مخيم العروب؟ رسالة مخيم العروب هي رسالة وحدة، رسالة عطاء، رسالة أن الدماء تزيد وتتجدد. وما استشهاد غفران وراسني قبل أشهر واستشهاد أسامة عدوي ما هي إلا كسابق عهد للشهداء القادة الذين استشهدوا على مر التاريخ، وأن الطريق واحدة والخيار واحد للشعب الفلسطيني، والمخيم هو جزء بسيط من عطاء الشهداء في جنين ونابلس وطول كرم. شكرا الناشط والإعلامي علاء طيطي، أشكرك على كل ما تفضلت به من هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا الكرام، يعني هذه نافذة اطلعنا من خلالها على حالة المخيم، مخيم العروب شمال الخليل، وهو يتجهز ويستعد لتشييع جثمان الشهيد محمد جوابرة. هنا حيث نقف أمام هذه المدرسة سيصلى على جثمانه الطاهر بعد صلاة الجمعة مباشرة، ومن ثم سيوارى